التونسي فاز بهدفين ويريد ايضا ان يتواصل اكثر فاكثر من خلال هذا الاسبوع الدوري. اليابان حاليا تصنيفها 53 وتسديده، يا سلام احلى هذا الهدف، ما اجمل هذا الهدف، بدايه ولا احلى ولا اروع، عن طريق من؟ عن طريق توشيهورو اوياما، ما هذا الهدف الرائع، توشيهورو اوياما من العناصر التي ضمها المدرب فايدالوجيتش او اعاد ضمها للمنتخب الياباني. 1-0، يا سلام ما هذا التركيز، من الاهداف التي نحب ان نشاهدها دائما وحتى اسعدت الرجل فهد هاليلوجيتش. نعم كازاكي ابعدها الدفاع في المره الاولى ولكن ابدا باكستان لا شيء. هاي في المره الاولى اينوي يحاول يلعبها، ترتد ابعدها الكابتن هايداروف لكن عادت من جديد اللي عاكسها اللاعب البديل اوتا كوسوكي اوتا يهيئها الى اللاعب اللي سبح عليها سباحه جينجي اوكازاكي، هو الذي وضع اللمسه الاخيره، هو الذي اسكنها الشباك، هو الذي شيبازاكي ماذا فعلت كاشيما انتر زاي ثلاثه، شيبازاكي لامح اوكازاكي ولامح الحارس ويلعبها في المرمى الخالي، اي دقه ولكن ارادها، هل لمسها اوكازاكي؟ حقيقه انا لست متاكد. اوكازاكي لمس الكره، تسديده جميله جمال وكره والهدف لاوزباكستان، هدف لاوزباكستان. اذا تبديل سادس للمنتخب الياباني شينجي اوكازاكي ويشارك مكانه اللاعب، هذه الكره والهدف الرابع. ماذا تفعل ايها البديل، ماذا تفعل هذا اللاعب من اوياما؟ 2-0 من اوكازاكي، 3-0 من اللاعب اللي سجل الهدف غير العادي هذا اليوم شيبازاكي. وبعد اذا اعزائي المشاهدين مره اخرى اهلا بكم، وهدف خامس ياباني. نعم الصوره تعود مع هدف خامس للمنتخب الياباني، يعني شيء جميل، على الاقل نحن محظوظون ان الصوره عادت، يعني والصوره